بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنتطرق إلى موضوع يتعلق بمستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وبالضبط في ميدان المادة وتحولاتها، ومع السلسلة الأولى، سلسلة أختبر معارفي في تمارين الشاردة والمحلول الشاردي. إذن بدون إطالة مع هذه السلسلة المتكونة من هذه التقويمات، الوضعية الأولى أو التمرين الأول يقول: اختر الجواب الصحيح مما يلي: ألف، الجزيء يكون متعادل كهربائيا أم غير متعادل كهربائيا. يعني لا شك أن هذه الأسئلة هي أسئلة محفزة ببساطتها لإقبال التلميذ على المادة وعلى الإشكالات التي تطرح فيها. إذن فالجزيء بدون إطالة هو متعادل. لماذا؟ لأن الجزيء في الأصل مكون من ذرات مترابطة ببعضها البعض، وبما أن الذرة تكون متعادلة كهربائيا فمجموع الذرات تكون كذلك متعادلة كهربائيا. الخيار با أو السؤال با: الذرة متعادلة أم غير متعادلة كهربائيا؟ نعم، هذا تطرقنا إليه في أول وحدة في ميدان المادة وتحولاتها. الذرة تكون متعادلة كهربائيا، وهذا يعني أن عدد شحناتها الموجبة الموجودة بنواتها يساوي عدد إلكتروناتها التي تطوف حول النواة. العبارة جيم: الشاردة تكون متعادلة أم غير متعادلة كهربائيا؟ إذن فالشاردة ما هي إلا ذرة أو مجموعة ذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر، وبالتالي فالشاردة تكون مشحونة كهربائيا، أي هي غير متعادلة. المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي، والمحلول الجزيئي لا ينقل التيار الكهربائي. نعم، المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي لأنه يحتوي على أفراد كيميائية حرة الحركة وهي الشوارد، في حين أن المحلول الجزيئي لا يحتوي على أفراد حرة الحركة، أي الجزيئات لا يمكنها أن تنقل التيار، لا يؤثر فيها المولد ولا يجذب هذه الجزيئات على خلاف الشوارد. كتابة الإشارة زائد أعلى أو في أعلى رمز ذرة دليل على أنها هل فقدت إلكترون أم اكتسبت إلكترون. بما أنه ظهرت عليها شحنة موجبة فهذا يدل على أنها فقدت إلكترونا. إذن هذا بالنسبة لهذا السؤال أو هذه الوضعية. الوضعية الثانية: أجب بصحيح أو خطأ مبررا إجابتك. المحلول المائي هو الماء النقي، إذن فهذه الإجابة غير صحيحة. المحلول المائي ليس هو الماء النقي، فكل مادة تختلف عن الأخرى. فالمحلول المائي من تعريفه أنه خليط متجانس، أي يتكون من مذيب ومذاب. أما الماء النقي فهو لا يحتوي على أي مذاب. العبارة با: المذاب في المحلول المائي هو الماء. إذن هذا غير صحيح، يعني ما دام سمي بالمحلول المائي فإن الماء يكون هو المذيب. الماء يكون هو المذيب. إذن فالعبارة جيم هي التي تصحح لنا هذا الفكرة. إذن المذيب في المحلول المائي هو الماء، صحيح، لأن الغالب أو السائد في المحلول المائي هو الماء، وبالتالي فيكون هو المذيب. ثم العبارة جيم يدال: مزيج مكون من ملح الطعام والماء يشكل محلولا مائيا. نعم، فهذا المزيج المكون من الماء من ملح الطعام والماء يشكل محلولا مائيا إذا كان، هذا شرط، إذا كان خليطا متجانسا والمذيب فيه هو الماء. إذن هنا سيكون مسمى باسم محلولا مائيا. نمر إلى الوضعية الثالثة. يقول: ضع الكلمات التالية في الفراغات المناسبة. لدينا الكلمة موجبة واكتسب أكثر إكس أس نجمة أس آن زائد وإكس أس آن ناقص.
إذن بهذه المفردات أو هذه العبارات نعبئ الفراغات الموجودة في العبارات التالية: ألف الشاردة السالبة تنتج من ذرة فقدت أم اكتسبت. إذن فهو يتكلم عن شاردة سالبة. الشاردة السالبة تنتج من ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر، وبالتالي سيرمز لها بالرمز X أس آن إشارة ناقص. يعني إذا اكتسبت إلكترون واحد يرمز لها ب X أس آن ناقص أو بالناقص فقط. إذا وضعنا آن ناقص، فالآن يدل عدد على عدد الإلكترونات المكتسبة. اكتسبت 2 الآن يساوي 2، اكتسبت 3 الآن يساوي 3. إذن نرمز لها بالرمز X أس آن ناقص. ب الشاردة التي فقدت، أو الشاردة الموجبة، معذرة، الشاردة الموجبة، يعني هنا سنعبئ بهذه الكلمة، الشاردة الموجبة من أين تنتج؟ تنتج عن ذرة فقدت إلكترونا أو أكثر، وبالتالي سيرمز لها بالرمز X أس آن زائد، X أس آن زائد. إذن الشاردة الموجبة تنتج من ذرة فقدت إلكترونا أو أكثر، ويرمز لها بالرمز X أس آن زائد. إذن هذا ما في السلسلة الأولى. نبقي تمارين المجموعة الثانية إلى حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.